سلام شمس فاميلي وفيديو جديد هاد النهار من جنة فاس وحنا حاليا كاينين وانا مشيت توني معنا عليا باش معنا توريست احنا كاينين في دار الدباغ دابا بها بدينا دار الدباغة دار الدباغة غزالة انتم غتشوفوا معنا كل شيء المهم غتشوفوا معنا البداية الفيديو من الاول من السوق وحتى وصلنا لهنا مدينة القديمة غزالة خليكم معنا وصلنا للمدينة القديمة نقوم بجولة في المحلات التقليدية الحنة اللي مهم في الحنة انا تحدويني طلع عند ان كارتي توت ان كارتي دابا جينا لواحد البلاصه كيبيعوا فيها الجلد اسمح لي عافاك شحال الثمن هاد الحمراء هاد الحمراء 1000 درهم 1000 درهم عاليه في 100 يورو شوف شحال غزال هذا الشيء كيحمق شوف هذا كيكتبوا بالعربية هذا الشيء مكرهت كامل هو الظن ديه للدار احنا دابا ماشيين دار الطباخ نشوفو شوف هذا كيصنعوهم الجلد سامعك احنا علينا نوصلو شنو هذا متحف بلغاتي هذا رياض متحف ندخلو ليه حتى هون هذا في الرباط دابا هذه هي الدخلة ديال دار الدباغة كندوزو على محلات يلا نطلعو هاد الشي دروج ضيقين صغار يلا نتسعو فيهم يلا كندوزو على المواحل
احنا طالعين. شوية عليك شوفوا شحال المحلات كم بقاو طالعين حتى كنوصلوا. احنا وصلنا. مكيصبغوش الالوان دابا. شوفوا شحال غزال. ودابا مكيصبغوش الكولا. والصراحة كيقولوا هنا الريحة ماشي بزاف زعما. وهبط لي كتحمق. احنا جينا لواحد التراسة الفوقي كاع. شوف هنا من هنا حسن. واو ودابا غنمشيو مع لو كيد ديالنا غيدينا لواحد التعاونية كيصايبوا الحاجات اللي تأركان. هانتوما تشوفوا معنا هذه تعاونية سميتها تعاونية مولا إيديس. مولا إيديس كتصاوب زيت تاع أركان كوزميتيك ولاباز عندنا هو أركان وخلاص التوابل والأعشاب المنتسمة الكريمات البخور كاع تقريبا جميع لي برودوي ناسيونال كنديرو هنا. أركان كما كتعرفوا أركان كاين عندنا غير في المغرب ما كاينش بلاصة أخرى ولا في مكان أخر في العالم. أركان كاين غير في المناطق الصحراوية أكادير تيليوين الصويرة. عندها جوج سميات كنعيطو لها شجرة الأركان ولا كنعيطو لها شجرة الماعز حيت أعز ما عند الماعز هو كيطلع للشجرة كما كنشوفو. هذه راه تصويرة طبيعية في تيليوين كيطلع للشجرة باش كياكل داك القشور ديال الأركان اللي هو هذا الفوقاني ديال هاد التمر. الأركان كيكون داير بحال التمر هذا هو أعز ما عند الماعز ياكلو. واللوزه كتكون هكا من الداخل قبل ما كتهرس وفيها هاد النواه. هاد النواه هي بها تنصابو الزيت تاع الاركان تنصابو جوج ديال الانواع. وشوف قداش صغير راه قنطار. فكرتيني اللي بغيت نقول لك من هاد الشركه كامل قنطار 100 كيلو ديال الاركان هاد القشور ديالها يلا كتخرج 700 مليلتر ديال الزيت. هذا الصابون ديال الحليب ديال الحماره حشك. مروان جالس كيخدم كيدور القنطار اللي كيطحنوا في هذا بزاف مساك الراكي ابار هذا الشيء. هذا عندهم الخدمه الاولى عرفتي شنو هي؟ هي ملي كتقبض اللوزه راه تكون بحال هذا الشكل هكا وكتبقى كضرب بها بالحجره وكتبقى كتنقي. ايوا هي راه كتنقي مسكينه وعاد هي كتحيد لها هذه ديالها وعاد كتشدها فيها ثلاثه د الخدمات مرحبا. شكرا. احنا وصلنا لمولى ادريس قلك يلا نمشيو. شكرا. انتم الحلوى بلدية. شكرا. صباحكم سالم. شكرا. شوفوا شحال غزال هادشي. احنا وصلنا ما شاء الله. هيا لا 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 عجبوني بزاف هذا خلطه بالماء.
هنا كيبيعوا الزهار، كيبيعوا ريحة ديال الدار. والصداع ما كتسمعونيش مزيان حيت باقي الدقه مراكشيه حدايا. صحتك. هنا جيت البلدي شوفي انت والله ما لا رجلي دابا الباب ديالو ولكن مسدود، ما نقدروش نمشيو له مع كورونا، خساره. هنا جينا الحي النحاسين. مدريان احنا جينا ساحة الرصيف. دابا جينا الكافي رصيف، واحد الكافي فورميدابل صراحة، غزال رائع، الكبسة زوينة فاسية. ها هو كيطلع على المدينة كلها. جلسوا هنا. هذه الاكله ديال الشعب هي اللي خدينا، عصير زعزع لافوكا، هذه وانا ملفي ديال 5 دراهم. تيتي كيعجبها ملفي درهم، انا كيعجبني 5 دراهم، زيد عليها شويه.